بلتي مرحبا وبيك مبروك اليوم بلتي براند. الله يبارك فيك. كهو الاسم اكبر مع الكارير اللي نعمل فيها اليوم على قاعدين ندخلوا في دي افونتور جدد. افونتور فيها برشا برستيج على خاطر اليوم اسمك ولا علامة والعلامة هذه ولات متعلقة بالأساس بخبرات على مستوى كبير برشا عالمي فيما يخص منتوجات تتعلق بالشعر. وي. أنت اخترت البراند ولا البراند اخترتك؟ والله أنا اخترت البراند والبراند اختارتني، يعني جاتني بروبوزيسيون قلت علاش لا ندخل في اكسبيريونس جديدة. تعاوننا في الـ في الـ في الايدي في الكونسيبت في الشواء، حبيتوا شواء يعني يكون قريب لي في الاسم في كل شيء. ليميتيد اليوم عملنا اسم يعني الحمد لله اسم انترناسيونال، وين ليميتيد يعني سون ليميت. وهذا تمثلك برشا؟ والله وي تمثلني دون لو سونس اللي احنا اليوم تعدينا يعني الحدود، خرجنا من السيرك اللي احنا فيها بالوقت بالعمر بالليزيكسبيريونس اللي تعديت بهم في الموسيقى في حياتي الخاصة في كل شيء. اليوم عادة وقت اللي نوصل للمرحلة هذه الستار الكبار الكل عندهم براندات باسمهم، فما شكون يعملها برستيج، فما شكون يعملها على خطر فما عقود خيالية مادية، فما شكون يعملها على خطر يحس أنها مرحلة نجم تهزل براندات أخرى. أنت بالضبط وين تعاملت مع الـ؟ والله يشوف يعني الموسيقى قاعدة تمشي هي يعني بطبيعتها الحمد لله. اليوم بلتي ما عادش يظهر برشا، قاعد لهي بأمور برودكسيون واحد وكذا. البراند بالنسبة لي أنا حاجة اون باراليل مع الشيء اللي نعمل فيه، يعني نقول بتتر تتنجم تحلي افاق اخرين، تحلي يعني كيف ما نجحنا في الموسيقى وسوقناها يعني في العالم، معلش لا ماركة تونسية وباسمي انا تتسوق زاده في العالم الكل، وفوالا معناها نحلموا ونطمحوا والطموح هذا بقدره الله ما يوصلنا كان الريزلتا باهي. ما عادش تظهر برشا. وي. علاش؟ والله شوا يعني لقيت روحي هكا مرتاح اكثر، ولقيت روحي نقدم في 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 حياتي اكثر، في موسيقتي اكثر، مرتاح يعني اكثر من كل شيء. موقف من الاعلام والا نو ما عندي حتى موقف من الاعلام ساعة، بالعكس انا معناها الاعلاميين كلي كاصحابي واحبابي وكل شيء، لكن هذا شوا يعني انا قلت لك شوا بيرسونيل وشوا زاد ارتستيك، ولقيت روحي هكا مرتاح والعباد ولات تلوج وين وبلتي وفاش قاعد يعمل وكذا، وقاعد نجاوب انا باللي برودوي اللي قاعد نخرج فيهم، والحمد لله لقيتها انا يعني لقيت قاعد نعمل في كومبو نجح. عملت سكسيات كبار على خطر بعد يليلي واحد من المفروض يترهوش. وي. يقول أخي ماشي للمليار، بعد أنت مستوعب سعر رقم المليار اللي ماشي له ولا لا في مخك مستوعب ولا لا؟ وي الحمد لله هي سي، لكن أنا أسمعني أنا فيا مشكلة اللي أنا ديما نطمح للمخير، يعني البار عليناها فهمت؟ سي فري عملت دي سكسي معناها آخرين ودي سكسي كبار ودي شيفر باهين، لكن ديما لوبجيكتيف نتاعي بعد من هكا. وين تحب توصل أكثر من اللي وصل؟ أون ليميتيد سون ليميت. من علاش قاعد تتبع انه يا ليلي تحطت في إليت وزاد تحطت في برشا افلام سي قاعدين يحكيوا معاك بيان سور هي يعني بيان سور بالموافقه نتاعي بالموافقه نتاع يعني النتورك بالموافقه نتاع الناس الكل، والفيلم الاخراني نتاع بينيلوب كروز كيف معناها مون كونتاكتي وحطيتهم مون كونتاكت معناها مع لي مانجر وواحد وكل شيء وهما اللي حاجه باهي على خطر اليوم نحس انه الاسم وانت قعدت في تونس معناتها ما هزيتش فليشتك ومشيت لنيويورك تلوج باش تولي مشهور، والا هزيت فليشتك ومشيت للمشرق العربي قاعد تضرب شرق وغرب، وما نعرفش الحكايه سهله ولا شنو اللي والله تعرف. شوف بالنسبه لي انا يعني ديما لي بي سور تير يعني ما انت قلت لي السكسي نتاع يا ليلي راهو جاك لي، انا بالعكس معناها يعني زاد عطاني ثقة في روحي أكثر، وليت نشوف فيها حاجة ولا معناها ريزولتا متاع برشا عوام خدمة، أنه اليوم موسيقى تونسية تتحط في فيلم أمريكاني، أنه تتحط في سيري معناها على نتفليكس، يفرحني برشا، خاطر احنا أبري تو عارفين منين جينا وعارفين وين ماشيين. هذا هو تصويرتك شعلت في الماديسون سكوير جاردن؟ وي. مع سبوتيفاي كانت الحكاية ولا؟ مع سبوتيفاي وهذا مش أول معناها أفيشاج بقدرة الله،
فما دي زافيشاج اخرين معناها تو ديبون من الشوا اللي باش نختاروا انا معناها انا والغنيات اللي باش نميزي عليهم وبيان سور عندي مازالوا عندي دو زافيشاج اخرين في التايم سكوير. وين كنت وقت اللي شعلت تصويرتك في التايم سكوير؟ تاع خدمتي فهمت شنو يفرحني وي خلينا نستوعب نوراه في تايمز سكوير يشعل دريك يشعل جاستن بيبر جينيفر لوبيز عمري ما كنت نتصور انه وهذه حاجه تفرح انه تونسي نجم يشعل غادي سي احنا نسميو لي تروازيام ظهر لي في العرب اللي عملوا له ما في شاش في تايمز سكوير يعني فما عمرو دياب وفما فنان اخر خليجي وفما شاب خالد وانا الرابع وإن شاء الله الرابعة والخامس والسادس تحلم دلوقتي. تغني في تايم سكوير ولا لا؟ بيان سور يا أخي طموح كل أرتيست معناها بقدرة الله فما تورني في كندا فما تورني في أمريكا قاعدين نخدموا عليها إن شاء الله معناها نركح لهم في الوام تاعي ودنيتي والبلانينج تاعي وبقدرة الله نعملوا تورني للجالية معناها احنا اليوم ما عادش نفيزيو كان توانسة يعني حتى الحفلات اللي نعملوا فيهم البرة يعني ما شاء الله توانسة الجالية المغربية الجالية العربية هذوم البيبان اللي تحلوا معناها وذي اللي فما فنانين اليوم مساروة لبنانيين خليجيين قاعدين تحكي معهم من أجل خدمة قبل ما نحكي على فرانسيس ولا أمريكان وي وين وصلنا؟ والله بون معناها من غير ما نذكر اسامي فما كلك معناها تدافيش في العرب اللي معناها يحبوا على ديو واحد وكل شيء ودي كولابوراسيون وانا بيان سور الحاجه اللي باش نلقى فيها انا راحتي ارتستيكمون ويتعدى الفيلينغ بيناتي انا والارتيست بوركوا با يعني لكن ما نحبش نظهر مع معناها مش اي بروبوزيسيون تجيني نقبلها مش تكبر لكن انا كي نلقى روحي ارتستيكمون فيها واللي باش نعطي فيها بلوس مهما كان الاسم والله انا مانيش معناها بالنسبه لي انا با فورسيمون اني نتعامل انا مع ارتيست كبير انه باش تكون ناجحه خاطر عملت الريميكس انا وثامر حسني وشاب خالد وعبد الفتاح الجريني ويعني تنجم تقول تعديت انا بيرسو فهمت وتنجم تعمل تيتر مع دي ارتيست اللي هما مازالوا ماهمش معروفين وتنجح بهم يعني مش معناها زوز اسامي كبار كي يتقابلوا يعني باش يعملوا شيكسي الغنايه مع ادم كيفاش تقيمها؟ تايمينغ غنيتي انا وادم بالنسبه لي انا فرحان بها برشا وادم فرحان بها برشا ارتستيكمون الوقت اللي هبطت فيه مش وقتها بتتر كان هبطت قبل السيف ولا بعد السيف في السيف لعبت كونسومي الموسيقى اللي سمعتها قبل السيف فهمت دونك كيف يعني كنت نجم بون معناها في الراديو تتعدى في السواف معناها في قطر ولا في الامارات في 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 لبنان في مصر لكن لي شيفر اللي عملتهم على اليوتيوب مش هذاك اللي حبيناه قدمت لنا مالي وي شكونه والله جان ارتيست من حي زهور وتبنيته معناها فنيا كيف ما حموده قاعد يحضر في ألبوم وراه في كل شيء معناه وراه في معناه مش وراه ارتستيكمون وراه بيان سور بالبرودكسيون بالكليب باللي بيت ميكر بالديريكسيون كل شيء والغنايه معناها يتسمى اول ظهور كبير اللي هو هذايا حطيناه على السكه وان شاء الله بقدره الله معناها في الجديد باش يكون معناها فما دي برودوي باهيين وحلوين ومتاع سكسي. في الكليب فما شخصيات سياسيه ظهروا برشا ناس قعدوا يعلقوا القذافي فما ساركوزي رساله والله هي إيه. معناها فيها بيان سور فما رساله احنا الشوا تاع البروجيكسيون اخترت انا وال شو حبيت تقول بالتصاور هذا مكان اللي الربيع العربي محكوم فيه واللي فما 10 سنين تعداو نتاع الشعب حسيته توا بدا يفيق الشعوب العربيه اليوم فاقت اللي هي كانت اندوكتريني في وقت معين فهمتني هذا اللي حبيت نوصله وفي نفس الوقت فما مفاجاه كبيره برشا صارت فيت مع فلسطينيه وي الغنايه محليها وي
كنت فودر من اول ما تسمع الاغنية تشدك معناتها من الاغاني الساحرة جدا. اللقاء كيفاش كان، وخاصة كيف نحكيه على فنانة فلسطينية زي ده كيف ونعرف موقفك من القضية الفلسطينية واضح وصريح وعبرت عليه في أكثر من مناسبة، كيفاش صارت هال والله على فكرة معناها المنتج متاعها منتج انترناسيونال وراه معناها ديزارتيست زي ده كيف وراه The Weeknd وراه فرنش مونتانا وراه برشا معناها أسامي كبيرة، وهي يعني ما زلت في اللونسمون تاعها ما كنتش نعرفها. كي سمعت الموسيقى وسمعت صوتها يعني ما حبيتش نسأل على الاسم شكون ولا اسكو هي يعني معروفه ماهيش معروفه ليه. يعني قلت لك يعني تنجم تتعامل مع ديزارتيست اللي هما معناها عمرهم ما كانوا معروفين، لكن تحس هذيك وراها يعني وراها سوكسي وراها يعني جنسيتها الفلسطينيه سدتك حاجه معك؟ بيان سور، انا اول حاجه معناها ميزابار اني يعني مع الكوز هي شرف لي انه نتعامل مع ارتيست فلسطيني. يعني جاتك عروض باش تغني كيان الصهيوني ولا ليه؟ بالاسم لا. اللي عندك وبال نو وضد نو ضد بيان سور ضد بار كونتر جاوني عروض باش نغني في رام الله وحاضر بيان سور ان شاء الله معناها ديبي جوي بقدرة الله باش نكون حاضر في مهرجان رام الله. في نفس الوقت يا حسرة ماشية في ثنية باهية يا أخي، التغيير اللي صار هذا الكل. شوف بلتي على باز رابور لكن زاد ميوزيسيان دون لو سونس اللي اوفير ديسبري على دوتر ستيل. بتتر فما عباد ما يعجبهمش، لكن انا واحد من الناس انا مقتنع باللي نعمل فيه وعلى ذاك ينجح خاطرني انا باقتناع نعمل فيه. نحب نخرج دي كاباسيتي اخرين، معناها ما حبيتش نقعد مربوط في رابور خاطر راب عملته بوندون توا برسك 20 سنه. تشبه لك يا حسره؟ تشبه لي برشا، انا اللي نعمل فيه توا الكل جديد يشبه لي، انا نحس البيرسوناليتي نتاعي موجوده غادي، معناها في انا في حلمه في 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 في, في يا حسره في يا قلبي. البيرسوناليتي نتاع بلتي الصحيحه موجوده غادي. معناها انا قعدت بتتر الكارير بتاعي الكل قعدت نلوج على حاجه تشبه لي. صحيح عملت راب خاطر الراب في وقت من الاوقات يشبه لي كيما لي جون الكل. اليوم على عمر نحب ندخل في دي اكسبيريونس جدد اللي فريمون يشبهوا لي نتاع انسان تعدى برشا مراحل وتعدى بدي زيتاب معناها الباهي والخايب في حياته. واليوم ما نعرفش انا اليوم لي انسبيراسيون نتاعي معناها كي تقول لي تسمع راب صحيح نسمع راب ونتبع في السين معناها راب وبرشا ارتيستوات معناها عاجبيني وشيخ عليهم، لكن اليوم لي سورس دانسبيراسيون نتاعي بعد على الراب وليت نلوج في حاجه اللي تقرب لي في عمري انا توا. يعني مانيش باش نعمل فريد لاترش انا ولا اسماهان ولا مي فما دي ريفيرونس اللي تنجم تحسهم في الموسيقى الجديده نتاعي. وليت تكتب معاك ناس اخرين وفما الحان زاده مع ناس اخرين حتى ناس ماهمش من جيلك وناس كانوا يخدموا في لون اخر موسيقي، ما تنقصش الحكايه منك انت شويه على خاطر انت تكتب مليح تلحن مليح. وي بالعكس ساعه احنا كنشوفوا اغزر لي سوكسي نتاع الامريكان معناها كنشوفوا ستيل دي ار اي دري عمره ما حط فيها كلمه يعني جايزي هو اللي كتبها له. لي سوكسي نتاع دريك عمره ما حط فيها كلمه معناها ويعمل فيه دي معناها دي شيفر استرونوميك. اليوم نحب نبدل الفوكابولير، نحب بيان سور اي انسان باش نتعامل معاه كي باش يعطيني بلوس ميم في الموزيكا. انا بعدت على الموزيكا معناها كنت انا كومبوزي الموزيكا نتاعي من بعد جبت معناها دي بيت ميكر دي بروديوسر اخرين كيما حبيب زكانك. اليوم نخدم مع جيمي حداد اللي هو معناها من اقوى لي بروديكتور في الشرق يعني وفي لبنان وخدم دي سوكسي زاد كيف كبار ما ينقصش مني بالعكس معناها انا يزيد يحلي بتتر انا تكون الفيزيون تاعي هكا تولي معناها نلارجي الفيزيون اكثر معناها ارتستيكمون. وبرشا جمال ولاو يتشدوا من عندك، انا عرفت الخناب والصباب والكذاب والكلاب والحلاب والقلاب والذباب. وعرفت الخناب والصباب والكذاب والكلاب والحلاب والقلاب والذباب. كيفاش كتبتها هذه اصلا؟ هذايا شوف ريت الكوبلي هذاك، الكوبلي على فكره كمشي تنحى. ومن بعديك انا في الاستوديو معناها مع
لانجيسون واحد وكل شيء. قال لي بالله لا تنحي والله معناها سيتي بريفيو انه تمشي شان الكل. بعد قال لي لا خليها خاطر كتبت وانا كتبت الكوبلي هذاك الراب قبله كتبت كوبلي واحد اخر من بعد فينالمون معناها خليناها ماخذه في الخاطر فيه هو. تحيه لي وجدي بن عبد الله. وخيرا فعلت سي على خاطر مكنت ال وي في وعلمت عند الناس سي. اما شوف الكوبلي جاء في الاخر لي ميلودي وليزير واول مره ممكن نسمعوا اكورديون في غنايه في الجو هذاك. الاتموسفير هي اللي شدت العباد قبل ما قبل ما معناها ما يوصلوا للكوبلي. احنا نعرفوا معناها انت لو كان غنايه ما عجبتكش من الاول ما تكملهاش للاخر فهمت. يا حسره يا حسره العباد وصلت تسمع حتى للمزود نتاعها على الركه. هي الغنايه طولها 5 دقائق وشويه فهمت. واليوم معناتها الغنية تنجم توصل باش تولي أكثر أغنية سولو تتسمع في نفس الوقت عندك أكثر فيت مسموع في تونس ونحكيه في نفس الوقت على مكانة بلطي بالنسبة للجهات الرسمية في البلاد. وزارة الثقافة شنو هي علاقتك بها؟ صحة سامبلامي تتوجع لك ما تكرمتش ولا يشوف. أنا كي نخدم بصراحة معناها أنا صارت لي إكسبيريونس خايبة في 2018 يعني متاع ما نحبش نقول يعني حتى نعصف العجلة ما تجب تفهمها كان كيك على خاطر سابوتاج. نفسروها للناس وقت اللي وقفوا الحفلات لأنه حمودة ما يزمش يغني. وي دونك أنا وقفت الحفلات الكل خاطر أنا حمودة مازال معناها في الطلوع متاعه مازال في الديبيو متاعه ويلي اللي طلعنا بها في 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 معناها في المانيا عملنا بها تورني في المانيا طلعنا بها في الباتاكلون في فرنسا طلعنا بها في نيكايا في نيس عملنا بها معناها ديدات في الاوروب وما صارت حتى مشكله معناها كيف ما صار لنا 2018 مالوريزمون. انا من الاكسبيريونس هذيك بصراحه انا من قبل معناها كي نخدم ما عادش تبعت كونتر بارتي معناها عمري ما كنت نستنى في كونتر بارتي يعني نعمل على روحي والعمل على ربي يعني نقول انا نخدم وكان فما ريكومبونس راك باش تجيبها وحدك فهمت يعني يكرموني ما يكرمونيش انا الحمد لله كرمت روحي وحدي وعملت اسمي وحدي وكما قال سنوبا وانا ثانك مي يعني فوالا. اما اعتراف بلادك بيك مهم والله اي معاك انا اي اكيد مهم بتتر هما يشوفوا ديما الشيء اللي نعملوا فيه احنا الترناتيف وما يمثلش الجهات معناها السلطات بتتر يمثل معناها كاتيجوري معينه في 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 الشعب وما نحب الزاده بصراحه ما نحبش ندخل باش ما نسيسش فهمت شنو هي باش ما توليش مسيسه الحكايه حاولوا يقربوا لك احزاب بلطي نو بصراحه شوف انا قبل بتتر معناها خدمتي فهمت خدمت علاش على خاطر حب ولا نكره الانسان خدم على خاطر فلوس يعني باش ارتيستي صحيح لكن يلزمو ياكل الخبز يلزمو يعيش معناها عائله وراه فهمت. من بعد الحمد لله معناها ما عادش مستحق ما عادش عبد باش يستحق باش باش برشا فنانين ودي رابور كله بالنسبه لي انا يعني مش يعني كلام ولا حبر على ورق بالوقت فهمت خاطر انا الحمد لله اون بون تيرم بريسك مع الـ مع الـ مع الاولاد الكل ولي زارتيست الكل وتحيه لهم الكل بتتر في الـ في الـ في الايام الجايه عندي دي بروجي معناها باهين عندي دي بروجي يعني اللي ما يفيزي وش كان تونس يفيزي والمغرب معناها بتتر معناها نعملوا دي كولابوراسيون معناها مع دوتر ارتيست معناها من الجزائر ومن المغرب التوانسة فما برشا معناها من غير ما باش ما نحبش معناها نذكر واحد وننسى واحد اخر يعني فما مع برشا ارتيستوات قدرة الله التوانسة مش كان حتى في الـ في الـ في الراب يعني فما مع اسامي اخرين ولا يعني كل شيء تمثيل بلدي كل شيء في وقته حلو تمثيل ما عنديش وسع بال ولا بالحق ما عنديش وسع بال معناها نتاع نعرف انا على خاطر لي كونديسيون نتاع التمثيل عملت اكسبيريونس في قبل في
سيت كوم في حنا بعد، وكان فيها برشا تعب يعني واحد وكذا. بالنسبة لي أنا نخلي الانرجي متاعي لموزيكتي، خاطر التمثيل مش القلم متاعي بصراحة يعني. فما بتتر نعمل اكسبيريونس اللي ما تعجبش العباد يعني تولي عندها امباكت آخر على الكارير بتاعي، دونك خليني في موزيكتي. سني حاضر الكارتاج ولا ليه؟ إن شاء الله. وقيت كهو؟ وي أحلى من الموجة هذه اللي احنا نعيشوا فيها تو ما فماش. فما بقدرة الله إن شاء الله سني. على كل حال حمودة سني باش يطلع معايا، فهمت؟ ما عادش ينجموا يقولوا ليه، فهمت؟ كبر حمودة ما شاء الله، معناها حمودة اللي كان صغير تو بريسك في تولي، فهمت؟ وديما معايا. إن شاء الله معناها باش تصير تورني باهية ومتوحشة أو شنو. حتى لي دات اللي خدمتهم لهنا معناها كلك دات نجي جوست فوالا باش هني موجود وباش نفرح معناها فما عباد على خاطر زادة تحب تشوف بلتي في الـ في الـ في الـ في لي فيستيفال. اليوم بلتي ولد سيدي حسين من صفر وصل حياته بدلها وي وحده، شي نصيحة اللي تعطيها لبرشا شباب يتفرجوا فيك؟ والله البيرسيفيرونس معناها الشدان الصحيح. أنا شديت صحيح معناها عملت دي ساكريفيس، ما جاتش بين ليلة ونهار والحمد لله يعني. كنشوفوا ما عرفش مش كان بلتي اكزومبل معناها، نشوفوا لي سبورتيف اللي خارجين من الأحياء الشعبية، نشوفوا لي زارتيست الممثلين اللي خارجين من الأحياء الشعبية كيف ما نعرفش. تشوف مبابي خارج من بوندي مثلا من 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 حي يعني مارجيناليزي في باريس، تشوف اليوم معناها لي شيفر اللي قاعده تلعب معناها والعروض اللي قاعده تجي لمبابي يعني نفس الشيء لينا احنا اليوم يعني. من لا شيء تنجم تخلق شيء وتمن بروحك وثقتك في روحك وثقتك في ربي معناها وفي العباد اللي معاك. بيان سور انا ديما ما نقول مش وحدي، لو كان ما فهمناش معناها عباد ورايا والدز و ليميتد يعني قلت لك يعني ما ديما نطمح للخير، مش على خاطر عملت دي شيفر انا كبار يعني ونخف غادي باش نحتفلوا بالمليار ان شاء الله. فما احتفال فما حدث قدرة الله ان شاء الله يا ربي. نشكرك بلتي يعطيك الصحه. ميرسي ومره اخرى مبروك اللي تعمل فيه الكل، وشكرا اليوم انك حكيت مع الناس اللي تحبك. ميرسي ويعطيكم الصحه.